لما بتتفرج دلوقتي على الكوره دلوقتي في الدوري، مين اللي كابتن فاروق كده وهو بيتفرج يقول اللعيب ده شبهي زمان وانا كنت بلعب؟ والله انا بشوف ياسر ريان كان بيعجبني، نفس الخفيه عنده الملكه بتاعه الحاجات دي. وكان في ولد اسمه ابراهيم حافظ في نادي الاتحاد، وفي حسام كان في نادي الزمالك. والكابتن فاروق السيد قاعد كده بيسترجع ذكريات الماتشات الحلوه، المباراه اللي الكابتن فاروق السيد ما ينساهاش خالص من تاريخه. هي في مره دايما عالقه كده في ذهنه، في حاجات يعني بعد مباريات كده حلوه. مره كنت مع النادي الاسماعيلي، كانوا خدوني هيلعبوا بطوله افريقيا، فاستعانوا بكام لاعب كان من اسكندريه، انا خدوني، ومن القاهره خدوا طه بصري، وخدوا الحملاوي وابو العز، ومن السكه الحديد مجدي كامل، ومن الاهلي هاني مصطفى. بقينا على قوه النادي الاسماعيلي عشان تشاركوا معاه في هو أفرق. الاسماعيلي خدها سنه 69، احنا بقى 70. الاولمبي لعب قبل الاسماعيلي، اول نادي شارك في مصر في بطوله افريقيا كان 67. 67 النكسه دي وكانت فرصه وقتها، كانت فرصه كنت ممكن تاخدوا البطوله وقتها 100%، كانت 100%، بس ربنا ما اردش يعني. فكان في ماتش بقى لعبناه ودي مع الترجي في تونس، الاسماعيلي بيلعب الترجي في تونس، فعملت احسن ماتش في حياتي. كانوا بيلعبوني بقى وينج ليفت، كسبنا الترجي 3، وفي المنتخب بلعب وينج رايت وبلعب وينج ليفت، يعني الاتنين سهله يعني، مش ما دام انت رجليك الاتنين وكنترولك في الكوره تمشي كده تمشي كده تلعب هنا وهنا، ما دام مطوع الكوره هتبقى خلاص طبعا. انما الكوره هي اللي بتمشيك على مزاجها، يبقى انت اسمك لاعب. اسمك وحاجه بتتكلم عن النجوم في الفرق الثانيه طبعا، حضرتك يعني كابتن فاروق السيد نجم نادي الزمالك، كابتن فاروق السيد نجم نادي الاولمبي، التشابه في الاسماء ما حصلش مواقف في الاسم وفي المكان، وفي الملعب هو بيلعب وينج وانا بلعب وينج، بس هو كان اصلا وينج ليفت وانا وينج رايت. الزمالك كان فيه سمير قطب وعبد نصحي ورأفت وعلي محسن اليمني، نبيل نصير، لا كان فيه ناس، ايقاع لعيبه كبار. الاهلي بقى حدث ولا حرج، صالح سليم وشير الدين والفعيلي وصالح سليم، كانت فرقه